الرحمن الرحيم. نشكر المهتمين في عشيرة الأشماس وموطنهم الأصلي الشماس، وقام الأخ عبد الله الخميس تحديد حدود الشماس ومهتم في هذا الموضوع، كما أن الأخ محمد الحسين أبو إبراهيم رعى العودة مهتم بهذه الأمور، وأرسل وثائق على وقت الدولة العثمانية، والمؤرخ عبد الله علي الزعير والمؤرخ عبد الله البراك جزاهم الله خير كل على عمله، واللي ما يخطي ما يعمل. وقلت يا ابن خميس دون الشعر تدوي، جك البيوت المبهمات الرواسي، دول لنا التاريخ واكتب لنا اثنين يا ابو فهد، حدد حدود الشماسي من الفواجر لين غرب الموازين، وحدد لنا المرقب وخلك حماسي، ما هو بتاريخ بدا عام الألفين، من السابع الهجري بدال حساسي، بس السابع الهجري بنوها الوداعين وهم هل التاريخ واهل الاساسي، ومن فرعة الوادي وفيها البساتين وودد ودواسر تاطع على كل قاسي. ويا ابن حسين النعم ما جاك بالدين، ويا ابن حسين النعم ما جاك بالدين، ورث الجدود اللي اساسه رياسي. الشاعر فيصل محمد الفوزان من السابق اهالي الشماسيه.